قرار مجلس الوزراء الموافقة على تعديل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمتعاقدين لديها وتكليف لجنة وزارية لاقتراح قيمة نسبة الزيادة، هذا القرار لم يحظى بموافقة رابطة الأساتذة المتفرغين ومجلس مندوبي الأساتذة في الجامعة، ما دفعهم إلى إعلان مواصلة إضرابهم المفتوح. وبعد اجتماع عقدوه في مقر الرابطة في بئر حسن، وصف الأساتذة قرار مجلس الوزراء بالبهلواني، لأن مطلبهم إقرار مشروع القانون الخاص بتعديل سلسلة رواتبهم، وما تكليف لجنة وزارية لدراسة الموضوع واقتراح قيمة الزيادة إلا تضييعا لمطلبهم المحق ومحاولة للالتفاف عليه بحسب رأيهم. نحن تقدمنا بتحويل سلاسل رواتب الأساتذة ولم نطلب زيادة على الراتب، ربما هاي تؤدي مثل ما بصير مع أي قطاع أنه يمكن يطلبوا مبلغ مقطوع من زيد الكونية. وأنا كمان يعني هم بدي أربط هذا الكلام بالكلام اللي سمعته لما كان بزيارة لدولة رئيس الحكومة، لما قال ما تقارنوا حالكم بحدا وما تقارنوا حالكم بالقضاة. نحن بدنا رواتب تساوي رواتب القضاة، نحن أساتذة كل الناس مش مستحيين بهالأمر، هني مش مستحيين يأجلوا ويماطلوا ويعملوا لنا حسابات دفترية. هيدي حكومة كلنا للعمل، بس أنا اللي شايفه هيدي مش حكومة كلنا، هيك حكومة كلنا للا عمل، لأنه الكل بيعرفوا أنه الطلاب موجودين ناطرين الدورة الثانية. نحن أكيد همنا ومش عم ننام الليل كرمال هذا الموضوع، ونحن منا هواة إضراب بالمطلق، وصرنا إلينا كذا مرة ولا أخذين الطلاب رهينة. الطلاب مثل ما نحن مسؤولين عنهم علميا، الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية مسؤولة عنهم بكل المجالات. ودعا الأساتذة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كما يجب، كما دعوا الوزراء إلى عدم اتخاذ مواقف معينة والتعبير عن مواقف أخرى على طاولة مجلس الوزراء.